جورج كلوني اتصل بمساعد بايدن غاضبا، فما هي علاقة زوجته أمل؟ يبدو أن الممثل الشهير جورج كلوني ساحر هوليود والمؤيد الشرس للرئيس الأمريكي جو بايدن ممتعض من موقف الأخير تجاه المحكمة الجنائية الدولية. فقد تناولت الصحف العالمية اتصال كلوني بأحد كبار مساعدي بايدن الشهر الماضي للشكوى من انتقاد واشنطن المحكمة الجنائية الدولية، والتي أصدرت أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يؤاف غالانت في قضية عملت عليها زوجته المحامية البريطانية اللبنانية الأصل أمل كلوني. وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن نجم هوليود جورج كلوني الحائز على جائزة الأوسكار اتصل بستيف ريكيتي مستشار بايدن وأبدى انزعاجه بشكل خاص من توجه إدارة بايدن آنذاك إلى فرض عقوبات على المحكمة، نظراً لاحتمال أن تتأثر زوجته بذلك. قرار كلوني بالاتصال بالبيت الأبيض في شكل رسالة نصية كما قال أحد الأشخاص يسلط الضوء على المشاكل التي سببتها تصرفات إسرائيل لبايدن، وهو يحاول التوفيق بين دعمه لحليف قوي مع شكوكه الخاصة والضغوط المتزايدة من اليسار الأمريكي المحبط. وجاء غضب كلوني قبل أسبوع من ظهور متوقع له خلال حفل لجمع التبرعات لصالح بايدن في 15 يونيو الجاري بلوس أنجلوس، ورفض سيمون هولز المتحدث باسم الممثل التعليق على تفاعل كلوني مع ريكيتي، لكنه قال إن موكله لديه كل النية لحضور حفل جمع التبرعات. وعملت زوجته أمل كلوني وهي محامية بارزة في مجال حقوق الإنسان في لجنة استشارية ساعدت في إجراء تحقيق المحكمة، مما أدى إلى إصدار طلبات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع وثلاثة من كبار قادة حماس، متهمين إياهم بارتكاب سلوك غير قانوني أدى إلى مقتل الآلاف من المدنيين.